بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكتمل نصاب الثلثين المطلوب لاختيار رئيس الجمهورية، في حين يتوصل الحراك السياسي بين جميع الأطراف بهدف الخروج من الأزمة، ونجحت الأطراف المقاطعة للجلسة، وهي الإطار التنسيقي الذي يضم أحزاباً شيعية يسانده الاتحاد الوطني الكردستاني في تعطيل الجلسة مرة أخرى. وكانت قد عقدت اجتماعاً في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، أكدت فيه على موقفها السابق المطالب بمعالجة الأزمة عبر التوافق السياسي. زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الحاصل على النسبة الأعلى من مقاعد البرلمان أعلن اليوم صراحة عدم قبوله بالتوافق السياسي. جاء ذلك في تغريدة له اليوم أكد فيها أنه يفضل الانسداد السياسي بدلا من تقسيم الكعكة مع الجهات التوافقية حسب وصفه. وبين هذا وذاك، حذر مراقبون من خطورة استمرار هذه الخلافات بين الكتل السياسية على الوضع الداخلي للبلاد. الوضع العراقي على شفا حفرة، الوضع يعني حقيقة الكل متخوف من القادم. هذه الخلافات السياسية قد تنعكس على الوضع الداخلي. أيضا الأطراف السياسية تتجاهل نقطة مهمة جدا، وهي الشارع العراقي. هذا الشارع هو الذي أسقط حكومة عادل عبد المهدي، وهو من كان السبب بانتخابات مبكرة. الحقيقة عدم الاتفاق هذا ناتج من اختلاف الرؤى بين الإطار التنسيقي ومن يأتلف معه، وبين التحالف الثلاثي الذي يريد أن يكون بنظرية الأغلبية الوطنية، وما يرافق من هذه العملية من التعارض لباقي الكتل للمضيف في هذا المشروع. وتتواصل الخلافات متعددة الأوجه بين الكتل البرلمانية، فمن جانب يطالب الإطار التنسيقي التيار الصدري بتشكيل كتلة شيعية كبرى واختيار رئيس وزراء توافقي، في حين يصر التيار على أن تكون الحكومة ذات أغلبية وطنية، في حين تستمر الخلافات الكردية حول منصب رئيس الجمهورية الذي هو استحقاق كردي حسب العرف السياسي في البلاد. وينافس 40 مرشحاً على منصب رئيس الجمهورية، يتقدمهم رئيس الجمهورية المنتهية ولايته برهم صالح والمنتمي للاتحاد الوطني الكردستاني، ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد للحصول على أصوات 220 نائباً من أصل 329. عبد الحميد زباري، الحرة.